ملتقى في نواكشوط يبحث طرق الأنشعة لتبادل التجارب والخبرات في مجال تكنولوجيا الاتصال والإنترنت، ويشخص الحلول المناسبة لتطوير وسائط الاتصال الحديثة في إفريقيا عموما وموريتانيا على وجه الخصوص، بهدف تمكين المواطنين من الولوج للمعلومات في مجالات مختلفة تجعل من تكنولوجيا الاتصالات أداة للتنمية ووسيلة لا غنى عنها في حياة المجتمعات والشعوب اليومية. كيف المياه وكيف الكهرباء، إذا هي أهمية نظرا لعنها رافد كبير للتطوير الاقتصاد الموريتاني ورافد كبير للولوج إلى المعلومات ولوج إلى التعليم وإلى الصحة وإلى حتى المركزية اللامركزية لليوم الدولة. الملتقى التشاوري في مجالات الاتصال يسعى إلى خلق شراكة والبحث عن فرص للاستثمار مع مختلف الفاعلين في مجال تطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال، كما يستعرض الآفاق والتحديات التي تواجه موريتانيا في مجال الاتصال في وقت يقول البعض إن البلاد بدأت تشهد تحسنا في ولوج خدمات الإنترنت. تحسن خدمة الإنترنت متوفرة عندها، إذا فيه طريقة ذكية للاستثمارات تدعمها الدولة ومؤطرة بالمراجعة اللي حدثت في 2013 للإطار القانوني، وهدفنا مواصلة هذا الحوار مع الفاعلين من أجل إنشائها. وكان البنك الدولي قد دعا في تقرير صادر عنه حول الحالة الاقتصادية لدول الساحل الإفريقي، دعا حكومات المنطقة إلى منح مزيد من الاهتمام والأولوية لقطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال، معتبرا أن منطقة الساحل الإفريقي لما تصل بعد للمستوى المطلوب في مجال الإعلام والاتصال.